الآن الزكاة لو أعطاها واحد بالخطأ لأحد هؤلاء الأصناف التسعة، أعطاها لكافر أو لرقيق أو لغني أو لفقير مستغني أو لزوجته أو لرجل من بني هاشم، المهم أعطاها أحد هذه الأصناف التسعة، هل تجزئ أو لا تجزئ؟ قال تجزئ في حالة واحدة فقط. ما هي؟ قال إذا ظنه فقيرا وظهر أنه غني. لماذا؟ قال لأن الغنى والفقر يعني ما يعرف، الفلوس مستورة ما تدري عنه فقير ولا غني، هو قال لك إنه فقير وإنه مستحق للزكاة فأعطيته، يقول هذه تجزئ. أما إذا كان من بني هاشم يقول كان يجب عليك أن تتثبت، هل أنت من بني هاشم؟ إذا قال لك لا تأكد هل هم بني هاشم، إذا كان من بني هاشم لا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة. إذا كان الزوج دفع لزوجتك أن تسأل هل يجوز أن أعطي الزكاة لزوجتي؟ إذا كان كافرا تثبت هو مسلم ولا غير مسلم قبل أن تعطيه الزكاة، إذا كان عبدا تثبت حر أو عبد فكيف؟ فيقول كل هذه الأشياء يمكن التثبت منها، هذا مقصر، يقول هذا مقصر لأنه لم يتثبت قبل أن يدفع زكاة ماله، لم يتثبت هل هذا مستحق أو غير مستحق. ولذلك يحضر لي الآن أنه ذكر أحدهم يقول العمال الذين يعملون في الحرم ينظفون ويغسلون الحرم وكذا، هؤلاء العمال فهؤلاء الناس تعطيهم من الصدقات دائما، فجاء أحدهم فيعطي صدقات، فجاء لأحد فأعطاه قال لا شكرا لا أريد، قال لا خذ قال لا أريد، فلزم على إلا تأخذ، فذاك أخرج لمحفظته قال أنا مليونير أنا غني جدا بس أنا آتي أخدم في الحرم أتقرب إلى الله تبارك وتعالى، عندي خير عظيم جدا، عندي عمارات وعندي أملاك وعندي مزارع وعندي كذا، بس أنا آتي لأخدم في الحرم، أنا ما أستحق يعني صدقة، أنا أعطيك صدقة. يقول له أنا غير مستحق لس. فهذا لو كان يوزع زكاة مثلا فقد يكون أحد هؤلاء يعني غير مستحق للزكاة مثلا، فإذا قالوا الأصل أن يتثبت الإنسان في زكاته، الصدقة لا تتثبت بها أمرها سهل، تجوز لكل أحد صدقة في كل كبد رطبة أجر، أما الزكاة فالأصل أن الإنسان يتثبت فيها ولمن يعطيها. نعم. وهناك بعض أهل العلم يروه اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه يجزئه إذا يعني بلغ يعني اجتهد وظن أنه مستحق فإنه يجزئه ذلك، والله أعلم. نعم.